سلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. المهم نهار جديد وفيديو جديد إن شاء الله. هذا الفيديو يكون فيه شوية الحماس، شوية الطاقة، شوية الإيجابيات. المهم نعطيكم شوية الطاقة اليوم. ندير معكم روتين المسائي، المهم الروتين ديال العشية. المهم اش غندير في هاد العشية؟ غنشاركو معاكم أنا وبنوتي زوينة. ياكي كضحكي، كضحك مع ماما. أنا وبنتي كضحك، انا وبنوتي ذهب كضحك. المهم هنايا حبايبي يلا باغا نعس بنتي باش نوض نقضي الامور اللي باغا نحيد، حيت الكوزينه شنقول لكم كتلعب كتشطح شطيح عامره بالماعن. يلا نوض نحيدها. المهم بنتي هنايا راه ترخات صافي نعسات، غنحطها ان شاء الله. وما ديوش عليا بلاتي دابا مني بديت ندير المونتاج عاد بانت لي واحد الشريقه في البيجامه. هاد البيجامه ديال اختي عطاتها ليا، قالت لي ويلي انا نسيت ما خيطتهاش هاد الشريقه، ولكن ماشي مشكل راني لابسه من التحت. ولكن انا بغيت نقول لكم الشريقه ما تضحكوش عليا على الشرقه. المهم راه الشرقه غتبقى تبان لكم في الفيديو كامل. هانتوما الحاله، شوفوا كوزينه عرفتي الماعن الفوق طاجي لتحت من الارض حاطن فيه الماعن عرفتي مدكس الماعن. يلا بغا نبالي بها. كامل كي كتشوفوا هنايا الصالون صافي مجموع مطموم مشطب مقاد، واخا ما كاينش بزاف زعما كاين ديال الوسخ، ما كاينش اللي يوسخ بزاف، غير شويه كنجمع من هنا وجمعت من هنا طرفت. كما كتشوفوا الدنيا كتعطي واحد الراحه النفسيه. يلا باغا نهز واحد اللمبه اخرى ونمشي نشعل واحد شويه البخور، كتعرفوا من الدار كتولي تشعشع ونقيه كتبغي تشمي شويه البخور وداك الشيء، خصوصا اختي مريم كما كتعرفوا راه كتصوب كل مره دايره لنا عجن ديال البخور، عجنه ديال البخور كتعجنوا كتقادوا تبارك الله عليها. المهم حبايبي نتمنى نكون درت فيكم واحد شويه ديال الطاقه اليوم والحماس باش تنوضوا تباليوا بالدار اللي عندكم. خليك ليلي يا فالي ندير معك بلا لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح، خليك ليلي يا سالي وانطير معاك بلا لالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا ولو بلا انتنا شاني في الرسالة، كيف تقلب لحنا شاب حالي انا. وانا ولو بلا انتنا هاد البخور كتعرفوها البنات اللي كتصابو اختي مريوم، دخون جواهر بصراحه كتصاوب بزاف الكميه ما شاء الله، كل شيء كيتباع ليها. وناوي ان شاء الله نجمع واحد جوج علبات ولا ثلاث العلبات لحماتي، حيت ملي مشيت هذيك المره خطره ملي مشيت نزلت في ديال عيد الاضحى داروا هذا البخور وعجبهم بزاف، وقالت لي هذه المره ملي تكوني جايه جيبي ليا معاك
وباقا مفكراها ندي لها ثلاثه الانواع حيت هي عندها مريوم اختي كدير انواع شحال كدير من نوع ثلاثه ولا ثلاثه الانواع ولبان مع بطر هي اربعه الالوان يعني واحد فيه واحد لبان معطر لا الدخون الفرنسيه دخون فرنسي وعربي وفي واحد مخلوط عربي وفرنسي واحد كديرو باللمسه الفرنسيه يعني العطر خفيف كيكون العود ديالو كيكون خفيف وواحد كيكون عود عربي واحد ميكس ما بين الفرنسي ممزوج والعربي المهم الريحه عشان نقول لكم اللي كياخذ من عندها ما شاء الله اللي كياخذ من عندها البخور كيعاود يطلب من عندها مره ثانيه واللي بغى شي حاجه حبايبي نخلي لكم الرابط الانستغرام ديالها اسفل الفيديو في صندوق الوصف دخلوا عند مريوم واللي مشرا كما كيقولوا تنزه مهم يلا جلس ساليت كل شيء كلشي كتشوف الكوزينه كي كانت عامره مميعن مهم الصالون داكشي كلشي كديتو بقى خصكم كتنهج يلا جلست شوفوا الدهوه عاد درت لها القصيصه كان مشط ليها شعيرها هو كيتلوي ليها اختي خارج لها بوكلي يا قولي بوكلي قولي سلام يلا بقى نوكلها هانت حيت وليت كنوكلها دابا مره كنعطيها هذا سيليلاك كنخلط لها بالحق شويه شي معلقه جوج معلقات باش يلا تاكلو باقا ما كتغلقش بحالنا وهذا كانوا كيعطيو لي في الطياره ملي كنت كنسافر كيعطيو لي في الطياره كيقول لي زعما كاينه ديك الموظفه ديال الطيران كتقول لي وكلي ليها كنقول لها لا ما كنبغيش نوكلو ليها حتى جابته صاحبه اختي جابته البارح وحلت لها واحد جديد فواكه مشكله وكلته ليها عرفتي عجبها بنين جاها كلات منه ماشي كلاتو كله كلات منه واحد شويه بعدا كاين راه عجبها كلاتو وقلت انا ولي نجيب ليها منه قالت لي اختي راه كاين الفواكه مشكله كاين الروز مع اللحم مطحون المهم كيتباع بحال هكا في الكافور علبه ملي كتحليها كتوكليها للاستعمال يومي وتبقاي حقها حاطه في الثلاجه حتى لثاني يوم صافي الا ما كلاتوش كتحيدي ترمي المهم دابا انا نخلط لها واحد شويه سيليلاك ماما نخلط لها جوج معلقات باش يلا كتاكلها ما يبقاش يتلاح ليا قالت لي واحد صاحبتي قالت لي ديري لها مع الحليب هذا خلطي لها معلقه مع الحليب وعطي الا ما بغاتوش تاكلو بحال هكا خلطي لها مع الحليب وعطيها تاكل ايوا هذا واحد شويه المدافي ريحه سيلي لك طلعت سيس يا من زمان عرفتي انا تسيل كش كندير ليه راه واخا ديال نزيد واحد شويه الماء قاصح واخا سيل لك ديال بنتي عرفتي راه كناكلو انا كل مره كنمشي نهز ليها منه بنين كيعجب سيل لك شكون ما كيعجبوش سيل لك كيعجب الكبير والصغير يلا ماما يلا بسم الله يا بسم الله دابا غنضربو واحد التدويشه زوينه للذهب عرفتي ملي كنت كنوكل نسيت باش ليا الرياده هنايا كاع عمرت حويجاتك كاع عمرت عنقك كيتلصق بسيليلاك نسيتها نسيت قلت نوكل فيها نسيت باش ليا الرياده يا كلاب نسيت درت الرياده المهم دابا غنمشي نديها نفركها ندير لها واحد التدويشه راه عزيز عليا الحمام يلا زيدي الفرك زيدي دابا زيدي ياكي الله يلا ريحه البخور هانت هنا الحمام راني غسلته من قال يبري هو هذاك غسلته وقاد ديته عاد جيا كنعاون في الذهب الدش الذهب المهم حتى كنجي هنا الحمام نسد عليه الباب دابا
عاد الحيد ديال حويجاتها، حنا ما مشعلنا مكيف لا والو. عاد اختي الزمت كتخاف على وليداتها من ضربهم من البرد ولا شي حاجه، عرفتي الدار الزمت الزمت. المهم واخا الزمت انا غنسد عليا الباب ديال الحمام، حيد حويجاتها. هنايا دايره لها واحد الفوطه باش ما كتظلمش ليا، هنا دايره لها واحد الفوطه مفرشيه ليها باش مني كنحطها كنعوم على الخادم ما كتبقاش تزلق ليا مع شامبان وداك الشيء. المهم هو الشامبان ديالها هذا راه جايبين معايا من الليل، كملتي ليا اختي راه كل مره تدوق شويه شي وحده كملت لي شامبان. انا كنضحك وانا كنقول على قلت مهند لطف الجو. مهم ملي كملت الحمام ديالها نحاول دابا نعس عاوتاني شويه باش ترتاح، نحاول نعسها وعاد غنوض باش نكمل داكشي اللي باغا ندير. نعسك دابا غتبغي تنعس كدير خاور الحمام حتى هو راه غتنعسي. عندي حماتي من عند اختي مريم، السلعه اللي كتبيعها اختي مريم بغات تعطيني شويه شويه منا. وكتعرفوا كما قلت لكم اختي حماتي عجبها البخور بزاف وبغات ندي لها شويه شويه من كل نوع. هادو حبايبي هادو القراعي اللي كدير فيهم مريم البخور، هادو القراعي كنشريهم جاهزين. القراعي كتشريهم جاهزين كدير فيهم البخور، ها هو كاين طاي صغير طاي كبيره، وكاين عاوتاني ديزاين اخر ها هو. شوفوا الديزاين كي داير شحال زوين في الالوان عندها، شوفوا هنايا الكرونه الكحل عند اللوين، عاوتاني واحد اخر هانتو عند اللوينات زوينين، ولكن هادو تقال تقال. اللي بغات الدوموندي اللي كيبغي دوموندي زعما كاين في الشحن غيدي ليه الفلوس بزاف حيت غيحسبوا ليه بالكيلوات، تقال تقال. انا ما كرهتش ندي حمايتي الديزاين ديال القراعي كيبان كلاس وزوين، ولكن لا قلت غندي حاجه خفيفه. شوفوا هذا راه خف من هذا، قلت غندي شي حاجه خفيفه وفي نفس الوقت كتبان قراعي عادله زوينه. غندي لها ثلاثه الانواع، مريم اختي غتعطيني ثلاثه الانواع غنديهم ليها. وقالت لي من الاحسن اللي كيطلب عاوتاني لبان لبان دكار، لبان دكار كيقولوا ليك لبان دكار. قالت لي الاحسن اللي كيطلب لبان، لبان هو هذا البنات ها هو هذا الطاس ديالو اللي كيطلب لبان كديروا ليه في هاد كديروا ليه في هاد القريعه كديروا ليه في هاد القريعه ديال البلاستيك. حتى هي غدير لي دابا شويه ديال لبان في هاد القريعه ديال البلاستيك، حجمها خفيف وعمليه ديال السفر. المهم وهذا هما داك الشيء اللي بقى عندنا، ما بقاش عندنا بزاف، كلشي تباع ما شاء الله. هادو البخور اللي مصوبه وسد عليهم باش يحافظوا عليه الريحه. هادشي اللي بقى عند الكميه كانت دي عامره ما شاء الله، كلشي تقاد كلشي تباع. يلا مجهزه هادوك هادو القراعي ديال البخور، كل واحد حاطه عليه السميه. يلا باغا دير الخلطه، باقي ما جاش باقي ما جاش الزيت. المهم ملي حلت القرعه عرفت لي ريحه طالعه، الله على ريحه طالعه. هذا كنديرو سوا بالعطور الشرقيه، فيه الماسك العنبر فيه العود ما شاء الله، على ريحه فيه طالعه ما شاء الله بارك الله يعطيك الخير. راه قلت لكم اختي ما شاء الله عليها مريوم، راه مني كانت في الدار عندنا في العروبيه الصراحه بشهاده الجميع، تقولي لي نوضي طيب لي جوج بطبوطات، طيب لك طيب لك زرد ديال البطبوط زينه وتبقى ما شاء الله. كتقولي لي مالا غتبقى غتلاح نبقاو نديرو في الفريكو نعاودو نسخنو.
كنت تعاون الوالده في العجينه، طيب لهم الخبز 20 خبزه لاله تعجنها. وهذا البخور، المهم هادشي هو اللي جمعت لحماتي. هادو هما ثلاثه البخور هنايا، ثلاثه انواع. هنايا جوج ديال المسك، هنايا مخور، هنايا عبايه، وهنايا لبان العلبه، وهنايا هاد المبيخره ديال البخور. هادشي ان شاء الله هو اللي غندي معايا لحماتي الى كتاب.